سلام بنات، هذا فيديو جديد. مع سلمى. فيديو ديال اليوم غنجاوب على بزاف ديال الاسئله اللي البنات سالوهم لي، ولكن مع الاسف ما ردتش، او ما واخا شفت بان جاوبت على السؤال يعني ما شفت واحد الرد. واش الاخت شفته او ما شفتوش؟ اول حاجه يعني البنات كيسقسوني بزاف على الكاليتي ديال الموزون. الموزون ما فيهاش الكاليتي، يعني يكذب عليك الواحد يقول لك انا هذه كنشريها بشحال وهذه كنشريها بشحال. اول حاجه شنو كتثقف الفرق ديال الاثمنه، كل واحد كيفاش كيباه. دابا بحال هذه انا في المدينه كنشريها 20 درهم، وهي نيس كنشريها في موقع اخر 15 درهم. يعني ما يمكنش هي اصلا نفس الساشي، نفس ماركه، نفس هذوك، ما يمكنش يعني اختلاف ديال 5 دراهم. عاد كنا عفوا كاينه واحد الجوده مزيانه وكاينه واحد الجوده ماشي مزيانه، او كاينه الاثمنه، كاينه الموزون بحال هذه كاين اللي كيبيعها 20 درهم، كاين اللي كيبيعها 15 درهم. هذه كاين اللي كيبيعها 20 درهم، كاين اللي كيبيعها 15 درهم. ها انتم كتشوفوها، هما ماركات مختلفه. يعني حنا اللي كنعرفوا في الموزون احسن ماركه هي هذه، ها هي ديال التاج، ها هي ديال الصغيره. ها انتم كيفاش كتشوفوا، واخا هو الساشي الصغير وهذا كبير نفس الثمن. كاين هذه الماركه، هذه حتى انا كنشريها، كاين اللي كيبيعها 20 درهم، كاين اللي كيبيعها 15 درهم. الشعله كاين اللي كيقول لك البنات كاين كيقولوا واش الشعله فيها الكاليتي، الشعله فيها شي كاليتي، وكيقول لك اللي مزيانه في هذه الشعله هذه والبنات كيبغيو يعملوها هي ما كتكشفش في المصلوح، او كيف كنقولوا حنايا في مصبانه، او كانت ما كتكشفش في بلانشا. علاش؟ لان هذا الموزون ديالنا هذه فوق منا بريو، واخا تكشف بلاستيكه راه ديك بريو ما كيتاثرش بالسخانه، يعني ما كيبانش فيها، واخا تكون بصح يعني تحرقت ما عتبانش عليها. هذا هو لافونتاج اللي في هذا الموزون هذا. وحاجه اخرى بغيت نقول لكم، كيف ما كتشوفوا بان هذا الموزون كيف ما كتشوفوا انا ولا حديته بزاف، راه كتشوفوا بريو في يدي، يعني مع الوقت عايزولو هاد بريو، وماشي ما نعملوهش، لا بالعكس نعملوه، لان مادام حنايا موضه وهو اللي دارج دابا واغلبيه الجلالب كيعملوه نعملوه. شنو خصنا نحافظوا على اللباس ديالنا، يعني ما نصبنوهاش كيف ما كان. دور دم المصبانه جد مهم، لان خصكم دائما تديو المصبانه اللي كتكون يعني مسانسه، كتخدم بالحجار والموزون وعدك بس تعرف كيفاش تخدم. اما الواحد كيكون عمره ما حدا الموزون او لا عمره ما خدم به، يعني كيبريسيها لك حتى كيحرقها. هذا هو الدرس ديال الموزون، اول سؤال ديال الموزون. كاين هذا الموزون هذا اللي هو بعد بريون، هذا واخا كيت بلانشا وكيكشف، هذا البريون اللي عنده هو كيغطي له على ديك الشفيه، ما كيبانش بانه هو كشف. بحال هذا الذهبي هذا، انا النهار اللي شريته قال لي بان احسن ماركه، احسن ماركه راه مزيانه وهذاك، ملي جيت وعملته ببلانتا يعني كشف لي شنو هو. وكنشوف بزاف د الخياطات خدامين به شنو هو، يعني دائما ملي تجي تخدم به يعني حاول بياسات بلانتيها مزيان قبل ما تخدمه، وملي تخدمه يهرب من الحراره باش ما تاثرش بالسخانه. هاد الموزون هذا انا كنخدم به بزاف، علاش؟ لان حتى هو واخا كتعاده الحراره هاد البريون ديالو كيغطي على ديك الكشوفيه ديالو، واخا كيكون كاشف ما كيظهرش، يعني كيبقى كيف ما كنقولوا حنايا بالبريق ديالو. كيسقسيوني على ثاني على هاد الرولو هذا، انا هاد الرولو هذا كاين اللي كيتباع ب 50 درهم، كاين اللي كيتباع 45 درهم. المهم هادو هما الاثمنه اللي كنعرف انا. هذا باش يبقى لك مده طويله مزيانه، كيف ما كتعرفوا دائما كيكون بلاستيكه، انا زودت له بلاستيكه لانني كنحتاجو. حنايا خصنا دائما البلاستيك نخبعوه في وسط بلاستيكه باش يبقى هاد الذهبي ديالو او النقري ديالو محافظ على اللون ديالو. كاين البنات سقسوني ايوا دابا عملنا في بلاستيكه بالحق، ملي عنبتوه كيفاش غنعملو؟ ملي عنبتو ضروري خصنا ديك البياسه هذيك دائما تكون عندنا في شي ساشي او شي بلاستيكه او شي سبنيه او شي حاجه بحال اللي كانوا كيعملوا الاجداد ديالنا والوالدين ديالنا، اللي حنايا ما بقيناش بدينا كلشي كنحرقوا في الماريو. هاد الطريقه هادي غتخلي هاد لي زيستراس هذا دغيا يكشف. الزمرد كيف ما كتشوفوا الزمرد ما فيهش، كلشي كاين اللي كيبيعوا 5 دراهم، كاين اللي كيبيعوا 4 دراهم و50، دابا كيتباع 4 دراهم كيف ما كيعرف الكل. على جوهر المعرض
تسقسيني على احسن جوده ديال الجوهر مهرس. ها هي احسن جوده، هي ام جي بي، احسن ماركه اللي كنعرف دابا انا ديال الجوهر مهرس. هاد الساشي هذا انا شريته ب 70 درهم، وكاين الرقيق ديالو كيتباع 100 درهم 120 درهم. هادو هما احسن ماركه ديال الجوهر. كيجي موراها هذا، كتجي موراها هادي، ها هي حتى هي مزيانه، ولكن يعني كتجي مور هادي. الا ما جبرتي شي مره يعني حاول تخدم بهادي، حتى هاديك كتجي مزيانه. حتى بياسات، بزاف د البياسات عندي مخدومين بهادو. هادو هو السؤال ديال اليوم. هاد الحجيرات هادو كيف ما كتعرفوا انا كنزوق بهم، ها هما كنزوق بهم، ولكن كيتباعوا هما كيتباعوا 3 دراهم الوحده. كيف ما كتعرفوا شوفوا هي صغيره ولكن كتعمل واحد المنظر مزيان. هادو دائما يكون عندك فحال هادو، وفحال هادو دائما يكون عندكم مخبعين باش يحافظوا على اللون ديالو. وكذلك هاد الكولور هذا حتى هو، او هاد السيبورتات هادو اللي عندهم هاد الحديده هادي من تحت، هما خصكم تحافظوا عليهم وتخليهم دائما في واحد البلاستيكه. هذا هو الاسئله اللي كتعطيوني. السؤال اللي كيدرج لي دائما دائما دائما، قلنا الاثمنه، الثمن كيبقى شخصيا ديالي انا، ما كنعملش واحد الثمن يعني الناس كامله كتعملو. يمكن كنزيد، يمكن كنقص، يمكن ما يمكنش انا نعمل واحد الثمن. هذاك الثمن خاص بيا انا عليها انا. الا شي وحده صيفطت لي بياسه ديالها نقدر نقدر لها، اما ديالي يعني خاص بيا. ملي كتجي شي وحده تقتنع على بياسه بانني نخدمها لها، ديك الساعه كنقول لها. اما انا ما عليا، هي نوصلكم موديلات ونوريكم بتستفدوا منه، وإلا كان عندي الوقت نعملكم طريقة باش تستفدوا منه ان شاء الله. هادشي اللي غنقولكم. واللي بغيت واحد الحاجه خصني نقولها، وكان خصني ضروري شي فيديو باش ندخلها حتى هي، لان بزاف د المرات كنكون انا خدامه على شي طرز ديال الماكينه او لا شي زواق ديال المعلم، يعني الحاجه اللي ما عملتهاش انا، يعني كيكون ديك الشخص عملها عادك انا خدمتها. ملي كننزلها كتقولوا لي كاينه من بنات لا الطرزه ماشي مزيانه، لا ما عرفتش شنو، لا الكولور ماشي تان تما. خصني نعرف، خصكم تعرفوا واحد الحاجه، بان حنايا دائما خدامين بالذوق ديال الكليان. يعني دائما تينا كتمشي على الذوق ديالو وعلى حسب. دابا انا شحال من مره الخياطه جابت لي بياسه ديالها وكانت طرزاتها هي اولا طرزات على شي وحده، وشافت لي انا في القناه ديالو كلشي كيعاير، يعني اولا بعض الناس ما نقولوش حنايا كلشي لا ماشي مزيانه لا هذاك، هتقول لي بياسه ديالي ما تبقاش تنزلهم لي. ومن حقها، لانني انا ملي كنزل حاجه كتكون ماشي ديالي، يعني كنقولها، كنقول ده هادي سمحوا لي، هادي يعني هادي ماشي انا اللي طرزتها، اولا هادي ماشي انا الزواق اللي عملته. ولهذا انا يعني بزاف د المرات كندخل القنوات وما كيعجبنيش الذوق، يعني كاين الحاجه اللي كتحمقني، كاين الحاجه اللي ما كتعجبنيش، ولكن ما نكتبهاش انا في الكومونتير، يعني نحتفظ انا بها راسي. يعني انا ما يمكنش الوحده عدلت شي حاجه. بزاف المرات انا في الماسنجر كيصيفطوا لي السيده فرحانه بالقطن عدلاته، اول مره عدلاته اول ثاني مره او 10 مره فرحانه عدلاته اول شي كليانة، وهي سالات وكتقول لي خايله سلمى واش عجباتك هاد السنبات. شنو نقول لها؟ لا خايب، لا ماشي مزيان، لا. وهي كتكون هي فرحانه بديك الحاجه، كنقول لها مزيان، وبصح ما كيكونش يعني خايب، يعني كيكون مزيون ماشي من الدرجه ديال الجماليه، ولكن كتطلع بديك المورال ديك الاخت باش مره اخرى كتعطي كثار. حنايا شنو هو الهدف ديال القناه ديالنا؟ القناه ديالنا وهي ماشي قناه بوحديتي، هي قناه ديالنا كاملين بينا. الهدف ديالها هو نحفزوا بعضتنا، ماشي واحد يحبط واحد وواحد يقول لا ماشي مزيان. بالعكس انا كنشوف في الجروبات، كنشوف بنت ما كتعرفش تدخل الخيط في اليبره، وملي كتكون شي وحده عملت واحد الانجاز وعدلت الورده وفرحانه واخا هي ماشي مسقونه، كتنزل لك كتقول البنات قولوا لي شي، كتقول لها ماشي مسقونه، شي كتقول لا صاحبتي والو غير عاوده، لا كلها مزيانه. كاول مره انا اي وحده كتصيفط لي شي حاجه وكتكون انا ما مقتنعاش بها كنقول لها حاول تعاودها، حاول كاول مره مزيانه.
يعني هيدا باش بنادم كنزيدو نحفزو بعضتنا، كنزيدو نطلعو بعضتنا. وننصحكم ليلي ون واحد اخر ما عجبتك شي حاجه بلا ما تعلق، يعني خلي الذوق ديالك. يمكن تينا انا ما عجبنيش الذوق ديالك وانتينا ما عجبنيش، كل واحد والذوق ديالو. ما يمكنش انا الذوق ديالي غنفرضو على واحد اخر او لا هو يفرض عليا الذوق ديالو. انا كنرحب بالاراء ديالكم بالحق لكلمة ديال التجريح، لان ما كتكونش فقط ديالي، كتكون دو واحد اخر. انا ما خصنيش يدخلوا لي تنبت مزيان بالحق الطرز ماشي مزيان، يعني هذيك تما اساءه واحد اخر وما كان قبلاش الصراحة، لأنني كنحس كيف ما كيحس واحد آخر. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم في الفيديو، لأنني ضروري كنت خصني نقول لكم هاد المعلومات هادو مع فيديو جديد إن شاء الله. وشكرا.